إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. يحضر معنا الفنان الشاب الفنان الموهوب رضوان بوعلام اللي تعرف عليه المغاربة بعديد من الأفلام داخل المشاركة في البرنامج الاجتماعي أو السلسلة الاجتماعية حبيب أمي، وكذلك فيلم اللي صدر في رمضان السابق فيلم الغريبة للمخرجة جميلة بورجي، كذلك الدور ديالو اللي كان بصراحة ممتاز اللي تفاعلوا مع المغاربة في سلسلة سالف العذراء. هشام مرحبا بك على قناة شوف تيفي. شكرا لك، مرحبا بي عندكم، وكنشكر جزيل الشكر كل الطاقم التقني والإداري ديال قناة شوف تيفي، وتحية للجمهور ديال شوف تيفي. واخا هشام عفوا رضوان، قربنا من الدور ديالك ديال هشام اللي في المسلسل الرمضاني سالف العذراء. الدور ديال هشام واحد الدور اللي هو مميز، لانه كيحكي على واحد الشاب اللي هو محافظ جدا، وكانت عنده واحد الفكره يعني ماشي مزيانه على الكلمه ديال الشيخه وعلى الشيخه بصفه عامه في ديك الحقبه الزمنيه اللي كتكلم عليها المسلسل. ف كيفاش غادي تغير النظره ديالو للشيخه من خلال عذراء اللي هي عيطونه، كيفاش غادي يفهم باللي الشيخه راه ماشي هي ديك المراه اللي كتغني وكتحضر الحفلات والسهرات الماجنه الى اخره. بالعكس، الشيخه كانت ديما عندها واحد الكلمه كبيره، واحد سلطه بالكلمه، كتوصل الكلام اللي ما تقدروش الناس يقولوه ديال القبيله، كتوصلو الشيخه بالعيطه ديالها، وكتحدى الظلم وكتحدى الجبروت والطغيان ديال القياد اللي كانوا في ديك الحقبه. فالشيخه كانت عندها واحد الرمزيه كبيره، واحد القيمه كبيره في ديك الحقبه، اللي مع الاسف دابا تبدلات بواحد النسبه ديال 180 درجه، ولكن ديما الشيخه كانت عندها واحد المكانه اللي هي كبيره في المجتمع المغربي. واخا في الدور ديال هشام كان برفقه يعني نجوم معروفه على الساحه الفنيه، او داسيد قي، ربيع القاضي، قربنا كيفاش تعاملتي معهم، كيفاش كانوا الكواليس بينكم في السلسله هذه؟ اولا كنوجه لهم تحيه كاملين، سواء ربيع القاضي، هدى صدقي، لالا امل تمار، جواد السايح، الى مجموعه باش ما نساو حتى شي واحد من الفنانين اللي شاركوا في العمل. طبعا كان لي عظيم الشرف انني نشتغل معهم في العمل ونوقف الى جانبهم، هما ما شاء الله نجوم كبار ومدارس كنتعلموا منهم حنا الشباب اللي طالعين دابا. الانشغال في العمل كان جد 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 رائع، اساسا الانشغال مع شركه جود نيوكوم ممتاز، كتحس براسك راك داخل وسط عائلتك في دارك، واحد الجو اللي هو عائلي زوين، واحد الجو اللي هو يعني خفيف مرتاح، المهم كتشتغل وانت مرتاح. كنت في الفنانين يعني نقدر نقول باللي ربيع القاضي انا اول مره غادي نتلاقى معاه في هذا العمل، نقدر نكون كنت واخد عليه واحد الفكره بشكل انه شويه يعني حاس براسو ومعجب بنفسه من خلال الاسلوب ديالو في الكلام من خلال، ولكن اتضح لي العكس تماما، انسان جدا رائع متواضع لاقصى الحدود، طيب، بشوش، كيبتسم في وجه الصغير والكبير، فتبدلت النظره 180 درجه. واخا من خلال الفيلم اعطينا المعالجه والفكره اللي بغيت توصلوا من خلال هذا العمل هذا. الفكره او طابو من طابوهات اللي كيعالج هذا العمل هو انه الظلم حبل قصير، والكذب حبل قصير، والطمع حبل قصير. ماشي بشرط يكون راجل باش ياخذ حق الناس، تقدر تكون امراه، تقدر تكون طفله، تقدر تكون امراه عجوز، ماشي بشرط انه يكون راجل. يعني ديك الفكره ديال المجتمع الذكوري يعني ما كانش وما بقاش في الزمان ديالنا. فالعمل كيبغي يبين هذه النقطه هذه، انه كما قلت لك الشيخه راه ماشي غير ديال الغنى وماشي غير ديال القصاره كيف ما تيقولوا بهذا المصطلح العامي، لا، الشيخه كان عندها واحد الهدف، كان عندها واحد الدور، يعني كيتسناوها كما بينوا في العمل ديال سالف العذراء، كيتسناوها مره في العام باش تجيهم في ديك الوقيته باش تهضر على القضايا اللي ما تيقدروش هما يقولوها ويواجهوا بها الناس اللي ماسكين زمام الامور في ديك القبيله. كانوا كيتسناو الشيخه اللي تجي وتهضر بصوتهم وتدافع عليهم وتجيب لهم حقهم. كنتي كتنتظر ان يكون عندك دور بطوله في هذا الفيلم هذا؟ او خلال الاعمال الرمضانيه بصفه عامه؟ نقدر نقول لك باللي ماشي بطوله 100%، انما دور مميز وكيخلي واحد البصمه اللي هي كبيره بزاف، بحال في مسلسل الغريبه في السنه اللي فاتت في رمضان، بحال في مسلسل نوره كذلك نبيل همزاوي، الدور ديال احمد في الغريبه كيف ما قلت لك، يعني الدور اللي تيخلي واحد البصمه وتيخلي واحد تيخلي الناس انهم يتفكروك من خلال ذاك الدور. فبالنسبه لي مجرد مشاركه في عمل بحال هذا هو بالنسبه لي راه بطوله ونجاح كبير.
ما كتشوف ان المشاركه ديالك مع جميله بورجي والسي بوعوا في خلال البرامج اللي اولى الاعمال اللي شافوا تساهم انك تكون من بين الاسماء المتواجده في هذا العمل؟ فعلا هذا راه ساهم بواحد الشكل كبير، انما ماشي بشكل كبير، انا 100% نقدر نقول ساهم انني يكون عندي اسم في الساحه الفنيه وان الناس يعرفوني من خلال الاعمال، وانه تعطيني فرص باش انني نبين الموهبه ديالي من خلال الاعمال اللي دازت. فانا كنشكرهم جزيل الشكر كيف ما تنقول ديما، وليهم فضل كبير في هادشي اللي انا وصل له. عرفنا ان تتوجدوا واحد العمل اللي تصور قبل رمضان اللي هو العمل ديال سوق الدلاله للمنتج بوعوا، وكذلك بمشاركه ديال نعيم المشرقي. قربنا من هذا العمل، بزاف الناس كانوا كينتظروا هذا العمل انه يكون في رمضان. فعلا كانوا غادي يدوز في رمضان، هذا رمضان هذا، انما لاسباب تقنيه ولا اداريه ما تاجل الى ما بعد رمضان ان شاء الله. ولكن غادي يكون واحد المسلسل اللي هو رائع بزاف، فيه مجموعه من الشباب ومجموعه من الرواد، كذلك الاستاذه لاله نعيمه مشرقي، سعد لطيف هلال اللي غادي يرجع بقوه في هذا العمل. كنسمعوا بزاف الناس كيف تاقدوه، بزاف الناس يعني مشتاقين انهم يشوفوه، فغادي يرجع ان شاء الله في هذا العمل. كذلك تواجد كبير ديال الشباب، الفنانين الشباب كيدور في منطقه ديال الحبوس، كيبين الثقافه ديال المنطقه، كيفاش غنيه بالتاريخ، كيفاش غنيه بالثقافه، كما كنشوفوا المكاتب اللي كاين، المكتبات اللي كاينين تما، دور النشر الى اخره. فكيسلط الضوء على ديك المنطقه ديال الحبوس. غادي يكون واحد العمل اللي هو زوين بزاف، وكذلك كان لي الشرف انني نشارك فيه. بطوله ولا عمل ثاني؟ لا ماشي بطوله، ماشي بطوله. بالنسبه لكثره الضجه في الاونه الاخيره على مجموعه ديال المهنيين والقطاعات انهم ولاو كيديروا بلاغات وكيرفعوا دعوه قضائيه على بعض المخرجين وبعض الفنانين اللي جسدوا واحد الادوار ديال واحد الشخصيه او واحد العمل في واحد القطاع، كيفاش شتي الظاهره هذه اللي كانت هذه السنه؟ انا ما كرهتش نوجه لهم سؤال، نجمعهم كاملين ونوجه لهم سؤال، نقول لهم اشنو هو الدور ديال الفن بصفه عامه في العالم كله، سواء في المغرب ولا خارج المغرب، اشنو هو الدور ديال الفن؟ الدور ديال الفن الرئيسي هو انه كيوصل رسائل وكيعالج طابوات اللي ما تيقدروش الناس في الحياه اليوميه ديالهم انهم يهضروا عليها. الفن هذا هو الدور ديالو، سواء الفن المسرحي ولا التلفازي ولا السينمائي، كيعالج قضايا كما كنشوفوا بزاف في الافلام، عالجوا مثلا الدعاره، عالجوا الفساد، عالجوا ماشي عالجوا، انما تكلموا على الطابوات، تطرقوا ليها، الفساد الاداري، الفساد الاجتماعي، البيدوفيليا، بزاف ديال المواضيع اللي تكلموا عليها ولا تطرقوا ليها بزاف ديال الاعمال. علاش غادي نجي انا ما عرفتش غادي نقول، وانما مادام داروا هاد اي شخص دار هاد الحركه هذه الا هو راه قاصدو شي حاجه في الداخل ديالو، فهمتي؟ اولا كيشوف راسو في داك الدور ولا في داك المشكل اللي كيتعالج. انما المفروض ان الفن كتكون عنده كامل الحريه انه يعالج المواضيع اللي الناس كيطلبوا انها تعالج من خلال الاعمال الفنيه. اما الا كنا غادي نديروا غير الكوميديا الساخره بلا اي هدف، بلا اي رساله، بلا حتى شي حاجه اللي غادي نكتسبوها ونربحوها من دوك الاعمال، فكنظن ما كاينلاش اصلا يكونوا اعمال تلفزيون. توقف التلفزه كاع والمسرح وكل شيء وصافي، نمشيو نديروا شي حاجه اخرى. اذا كسؤال اخير، هاد الناس هادو اللي انتقدوكم من خلال تجسيد هذا، ما تندويش على رضوان بوعلام، كندوي على مجموعه ديال الفنانين اللي انتقدوكم من خلال تجسيد بعض الشخصيات اللي تنتمي للقطاع ديالهم، مع العلم ان في بعض الدول ان التجسيد ديال ديك الشخصيات تيتحد بمثابه رد الاعتبار لذوك الناس. شوف كاين في هوليوود اللي هي نقولوا مثلا الراس الكبيره ديال السينما والاعمال في العالم، راه ماشي كيطرقوا على المحاميين او القضايا ديال المحاميين او الاطباء، ولا راه كيوصلوا حتى الرئيس ديال الولايات المتحده. عرفتي شنو يتكلم على رئيس الولايات المتحده وتبين انه مثلا غادي فواحد الطريق ماشي هو ذاك، او كيظلم الشعب او لا، راه شي حاجه اللي كبيره بزاف، فهمتيني؟ فما بالك محامي او استاذ او كذا او كذا. هذه كما قلت لك، هذه كتبقى يعني المهمه ديال الفن هي هذه، هو انهم يعالجوا بزاف ديال المواضيع. حنا في السالفه هذا تكلمنا على القيد مثلا، القيد المعطي اللي هو الخال ديالي في المسلسل، كيفاش انه خدا الاراضي ديال الناس، كيفاش علاش ما ينوضوش مثلا القياد وينوضوا الناس المسؤولين وفي الجماعات وداك الشيء يقولوا لا راه كيهضروا. لا بالعكس، انت كمحامي او كاستاذ او كطبيب او هذا، مادام شايف راسك انك غادي نيشان، ما غاديش يهمك شنو تيديروا. حنا كنهضروا الفنانين او شركه الانتاج او الاعمال التلفزيونيه، كتهضر على واحد الناس اللي هما فاسدين في الدوله، فهمتي؟ مادام انت ماشي فاسد في الدوله، ما دارش في الطريق ديال الفساد، علاش ضرك هذا الموضوع؟ فهمتيني؟ سير كمل خدمتك كما يجب، ما قاصوكش انت بالاسم، ما قاصوكش بشكل اللي هو شخصي، تكلموا بصوره عامه،
اذا ما فيش عقلك كتهضر نهار يجيبوا الاسم ديال فلان الفلاني المحامي فلان الفلاني الرقم ديال الرخصه ديالو كذا كذا ديك الساعه عندك الحق انك تهضر وترفع دعوى بانهم كيقوموا بالتشهير او كيسيئوا المهنه ديالك او الى اخره. انما الفنان او الفن بصوره عامه من حقه انه يعالج اي موضوع، وهذا الشيء كنشوفوا بزاف ديال الاعمال اللي كنقدروا نسميوها انها كتعرض للقمع من طرف الجهات معينه لانها كتعالج بعض المواضيع اللي صعيب ان الواحد يهضر فيها بحرية وبالعلن، ولكن هذا تبقى دور الفن في العالم كله هو هذا. رضوان، قربنا من جديد الأعمال ديالكم المستقبلية إن شاء الله. جديد الأعمال إن شاء الله غادي تكون واحد الملحمة غنائية مع مجموعة من الفنانين شباب باقي تنوجدوا ليها. كاين مسلسل ديال سوق دلالة اللي غادي يكون على القناة الثانية إن شاء الله، كما قلت لك إلا رقت مجموعة من الفنانين، وكاين أعمال غنائية أخرى كنحضر لها كذلك. فنتمنى نكونوا ديما عند حسن ظن الجمهور، وشكرا لكم وشكرا للجمهور اللي كيتابعنا. كلمه الجمهور ديال قناه شوف تي في. جمهور ديال شوف تي في طبعا جمهور رائع بزاف، يعني من خلال التعليق ديال الناس ومن خلال المتابعه الكبيره ديال القناه ديال شوف تي في كنبغي نشكركم جزيل الشكر. كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم والمساعده ديالكم المعنويه. وجودكم هما اللي تخليونا حنايا نكونوا في الساحه الفنيه ونستمروا ونعطيو اكثر ونكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. وتحياتي لكم ورمضان مبارك كريم.